تفضل دكتور. بالنسبة للموضوع الدوائي بداية، واحد بالنسبة للموضوع الدوائي في هذا المشفى الميداني لا يأتي أي نوع من أنواع المساعدة الذين يقولون عنها أن تأتي من تركيا. لأول مرة تصل شغلة باليد، تصل إلى مشفى، لهذا المشفى الميداني، مشفى دار الشفاء، مشفى دار الشفاء الميداني، يقولون ويوعدون بأنهم سوف يوصلون لنا الأدوية ولكن بدون جدوى. نحن شاطرون في التناقش، شاطرون في الكلام، شاطرون في كذا، وليس شاطرون على أرض الميدان. إذا أراد أحد أن يساعد الأطباء ويساعد الكوادر الطبية وأراد أن يساعد الناس إن كان مدنيين وعسكريين، فيأتي بمثل هذه ولا يقول لنا سوف وسوف ولعل وإذا، فكلها أداة شرط غير جازمة. نحن نريد تطبيق على أرض الميدان. وأنا أكرر مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة لجميع الجهات الذي أتوا إلى هنا وأقول نحن بحاجة لدعم دوائي ودعم مادي. يوجد لدينا كوادر طبية رائعة ويوجد لدينا إمكانيات رائعة، ونحن بحاجة لمثل هذا الدعم، ولأول مرة يصل مثل هذا الدعم إلا ما قل وندر. نعم. في شيء شو اسم حضرتك؟ أنا الدكتور محمد عاصي، أخصائي جراحة أوعية دموية. نعم. عندكم شيء نقص بالكوادر الطبية؟ نعم، يوجد عندنا نقص طبيب تخدير، نقص جراحة عصبية، نقص جراحة صدرية، نقص جراحة فكية. نعم. هاي أول مساعدة بتوصلكم بشكل هاي أول تسليم أول مرة بتصل مساعدة شكل من اليد إلى اليد، إن كانت مادية وإن كانت دوائية. نعم. لأول مرة، يعني أول مرة في سبيل الثورة السورية بتصل هيك. بما أن مشفى دار الشفاء صار مشفى عالمي ومشهور عن كل الجهات، للأسف المجلس العسكري بيعرف فيه والمجلس الوطني بيعرف فيه والقيادات الموجودة داخل حلب وريف حلب الشمالي بيعرفوا فيه، بس ولكن مشفى منسي. لو كان مشفى موجود هلا في مارع أو بدر رفعت أو بالريف الشمالي أو ما شابه، لندعم بأحسن من دعم هالمشفى هذا، إن كان على صعيد التجهيزات وإن كان بصعيد الدوائيات. وهذا المشفى عليه ضغط جدا 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 من النواحي المدنية الطبية ومن النواحي العسكرية. يعني كل يوم أنا بستقبل لا يقل عن 150 إلى 200 مريض بحالات مختلفة بأمور مختلفة. يعني هلا نحن نعاني من نفس البلازما، شلون نوفر البلازما؟ هذا البلازما مو متواجد لا عن طريق الدولة ولا عن طريقنا، يجب أن نستعمل البلازما بس ما موجودة. بدنا أكياس دم للأسف الشديد ما موجودة، بدنا أدوات مخبرية للمخبر عنا. أكياس شوارد دم؟ أكياس دم غير موفرة؟ غير موفرة. شوارد بالنسبة للتحاليل، أكياس دم كميات كبيرة عم نبعث أكياس ما دم. في ما موفر. أنا بفرجيك عندي 65 كيس دم حيضلون رح نيمو جنبي. يا الله، أنا بدنا نجيب كيس دم جنبي بحيث إنه إذا جاني إسعاف أحسن أقوم أجيب له دم. عفوا دكتور، في ما عندي أبدا. في منظمات وجمعيات خيرية وحقوقية عم تبعت أدوية، ممكن يكون بينات المجلس الوطني السوري، ممكن منظمة الإيهاهات التركية، وصلكم شيء أي دعم منهم؟ لا نحن وصلنا منهم، بس أنا وصلني منهم وعود، ما وصلني منهم شيء على أرض الواقع يطبق على أرض الواقع، وصلني وعود دكتور بس. دكتور ممكن تعطينا رقم تقريبي لا وسريع لأكياس الدم اللي لازم بأسرع وقت؟ أنا إذا بدي أجيب لازم لا يقل عن 300 أو 400 كيس، لأنه مشفى ضخم، استيعابه ضخم، وهون المشفى عم بتغطي منطقة كبيرة بحلب ومنطقة شاسعة بحلب. بنوعدك خلال 5 أيام بيكون في عندك 1000 كيس دم. إن شاء الله. هذا ما تمناه يعني، هذا ما تمناه. جزاكم الله خير. موضوع البلازما، البلازما جدا ضرورية، ولا يوجد عندي بلازما سوى كيسين أو 3 أو 4 أكياس. وبالنسبة لموضوع المخابر، موضوع الكرينترين والبولة والبروسمبين والشوارد، هاي مواضيع بتهمنا، مواد ما هي موفرة وكلياتنا مطلوبين أمنيا. أنا لو ماني مطلوب أمنيا للفروع الأمنية لأنزل بإيدي 20 من جيبي الخاص على ظهر إن شاء الله. بس للأسف أنه أنا مطلوب أمنيا ما بحسن بغادر هالمنطقة هاي. إن شاء الله إن شاء الله. ماشي، مشكور كتير دكتور محمد العاصي، مدير مشفى دار الشفاء في الشعار، المشفى الميداني والوحيد تقريبا يمكن على ما أعتقد بمدينة حلب. شكرا جزيلا لكم دكتور. شكرا كتير.